السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، اليوم راح ناخذ نوع من أنواع الأنيميا لفقر الدم اللي أخذنا بشكل عام بالمحاضرة السابقة، تعريف الفقر الدم، أسباب فقر الدم، العلامات السريرية لشخص المصاب بفقر الدم، طرق تشخيصها بالمختبر. اليوم راح ناخذ أول نوع من أنواع الأنيميا لفقر الدم اللي هو ميغالوبلاستيك أنيميا. كتعريف لها، تعريف بسيط، الميغالوبلاستيك أنيميا This is a group of anemia in which the erythroblast in the bone marrow show characteristic abnormality maturation of red blood cell and the red blood cell are typically oval in shape. يقصد به مجموعة من مجامع فقر الدم in which the erythroblast، يقصد بها الخلايا اللي مسؤولة عن تكوين كرة الدم الحمراء، وين in the bone marrow show characteristic abnormality، راح تبين لنا نمو او نضج غير طبيعي لكرة الدم الحمراء. And the red blood cell are typically oval in shape، وبشكل عام هذه الكرة الدم الحمراء راح تصير oval، اللي راح تصير شكل بيضوي، كروي بيضوي، oval in shape. هذا شنو ينجان؟ احنا نعرف الحجم، شكل كرة الدم الحمراء هي biconcave، مقعرة الوجهين، لكن بهاي الحالة المرضية راح يكون oval in shape. زين، نكمل. كأسباب للميغالوبلاستيك أنيميا، أولا فيتامين بي 12 ديفيشنسي، عندنا نقص فيتامين بي 12، ما عندنا ناخذه بشكل كافي من الغذاء. فوليت ديفيشنسي، نفس الحالة، ما موجود بالغذاء بكميات مناسبة. abnormality of vitamin B12 or folate metabolism، مرات الغذاء يحتوي على كمية كافية من فيتامين بي 12 أو من الفوليت، بس اكو مشكله بالايض. يعني ايش نقصد بعمليه الامتصاص مالته وعمليه المعامل اللي تجري به داخل الجسم. other defect of DNA synthesis، اكو مشاكل تصير بعمليه تصنيع الدي ان اي، اللي هي كمثال يا اما تكون congenital enzyme deficiency، يا اما يكون عندنا نقص بالانزيم من الانزيمات اللي مسؤول تدخل بصناعه الدي ان اي، او acquired، يعني اما يكون وراثي او مكتسب، كمثال دراج لايك هيدروكسيوريا. هيدروكسيوريا هو نوع من انواع العلاج الكيميائي اللي يستخدمه المريض السرطان على مود يوقف تضاعف كل الخلايا بالجسم. فهسه عندنا الاذر ديفكت اللي ممكن تصير، عندنا مشاكل بصناعه الدي ان اي، اما تكون وراثيه، نقص انزيم معين، او مكتسبه، كمثال شخص ياخذ علاج كيميائي لهيدروكسيوريا. فيتامين بي 12 ديفيشنسي، هسه راح ناخذ سبب ونحاول نفصله. فيتامين بي 12 ديفيشنسي من شنو يجينا نقص فيتامين بي 12؟ اولا الفيجينيزم، يقصد به الشخص النباتي، شخص بس ياكل منتجات نباتيه، فبالتالي ما راح يحصل على فيتامين بي 12 اللي نعرفه هو اكثر شيء موجود باللحوم الحمراء، فما راح يحصل على فيتامين بي 12. مال ابزوربشن، اكو عندنا مشكله بالامتصاص. مشكله بالامتصاص هم ممكن نقسمها الى عده اسباب. اولا المال ابزوربشن ممكن يكون gastric causes، ممكن يكون سبب بالمعده، مثل adult pernicious anemia، فقر الدم القاتل اللي يكون دائما بالبالغين. الكونجنتال ليك اوف انترنسيك فاكتور، اكو فقدان وراثي للانترنسيك فاكتور، نسميها العوامل الداخليه، وهسه راح نعرف شنو هالعوامل الداخليه. توتال اور بارشيال عفو جاسترو اكتومي، قص المعده الكامل او الجزئي. هذني كلهن يدورن بموضوع واحد او ينطن في الميكانيكيه وحده. نشوف هاي الصوره، من راح نفهم هاي الصوره راح نفهم هاي الاسباب. عندنا الفيتامين بي 12 ويا الاكل، من راح ناخذه ويا الاكل من يوصل المعده، فيتامين بي 12 راح المعده تفرز ويا الفيتامين بي 12 اي اف اللي هو انترنسيك فاكتور. هاي الانترنسيك فاكتور راح يرتبط ويا من؟ يرتبط ويا الفيتامين بي 12، فراح يشيله، نقصد به راح يشيله يمكن سوى، وين راح يوصلن؟ للاليوم اللي يقصد به اللفائفي بالامعاء الدقيقه، وبعدين ينسحبن سويه من الامعاء ويروح للدم، وبعدين الجسم يستفاد من الاتين. هاي الميكانيكيه هي الطبيعيه اللي هسه احنا كاصحاء، ناس اصحاء، تصير عندنا فيتامين بي 12 يرتبط ويا الانترنسيك فاكتور، هذا الانترنسيك فاكتور راح يرتبطن وبعدين ينسحبن من الامعاء الدقيقه.
من راح يكون برينشيالز انيميا او كونجنتال ليك اوف انترنسيك فاكتور، يقصد به شخص ما يحتوي على الانترنسيك فاكتور، يعني هذا ما موجود، بالتالي ما راح يصير امتصاص الفيتامين بي 12 او توتال اور بارشيال جاستروكتومي. شخص مسوي عمليه قص معده، فهذا اللي مسوي قص معده او قلع معده اذا لا سمح الله صار بها فد ورم معين، هذا ما عنده انترنسيك فاكتور، وبالتالي هم نفس الحاله ما راح يمتص فيتامين بي 12 ويصير عنده مشاكل اللي هي واحده من عندهم البرينشيالز انيميا، الانيميا القاتله، وحتى الميغالوبلاستيك انيميا. فهسه ممكن شخص يسال او طالب من عندكم يسال يقول شنو العمليات قص المعده اللي شلون جتم؟ عمليات قص المعده تتم بالبدايه ماكو مشكله، بعدين بنسبه عاليه من اللي الاشخاص اللي يسوون قص معده بعدين ورا كذا سنه يطور عندهم عده امراض اللي هي من ضمنها البرينشيوس انيميا. ليش؟ لان هذا المكان كمثال اذا قص يعني بعد ماكو انترنسيك فاكتور، بالتالي راح يتولد عنده مشاكل بالفيتامين بي 12. عندنا الانتستاينال كوزز، ممكن راح يكون سبب بالامعاء نفسها اللي هي نقصد بها ديفيرتيكولوسيس اوف ذا جوجينوم اور مال ابزوربشن. هذه شنو الحاله المرضيه اللي هي ديفيرتيكولوسيس اوف جوجينوم؟ هذا اذا تشوفون هذا هو طبعا الجوجينوم هو جزء من اجزاء الامعاء الدقيقه، عندنا ديدنوم الاثني عشر، جوجينوم والاليوم. الجوجينوم هو جزء متوسط من الامعاء الدقيقه. هذه الحاله المرضيه اذا تشوفون هاي مثل الالتهابات صايره على كل الجوجينوم، شوف التهرش يصير بالبطانه الداخليه للجوجينوم، وبعدين راح يصير عندنا شبه هاي الخراج يصير، يعني شلون نقول مثل الجراحه بي. فبالتالي الجوجينوم راح يفقد او الامعاء الدقيقه بشكل عام كلها تفقد البطانه الداخليه، يعني في حاله ما راح يصير عندنا امتصاص للمواد الغذائيه بشكل عام والفيتامين بي 12 بشكل خاص. هاي اللي شرحناه هو بالنسبه للفيتامين بي 12. هسه راح نشرح المن بالنسبه للفوليت ديفيشنسي، نقص الفوليت. شو وقت يصير عندنا نقص فوليت او الفولات اللي حنسميها؟ اولا بالنيوتريشن، بالنيوتريشنال كوزز، سبب بالاكل ما موجوده او قليله بالاكل، ومثل اولد ايج سيكيورفي، هاي نسميها دائس قربوط او هيك شيء، وياها نقص فيتامين سي، جاسترو اكتومي، عمليات قص المعده نفس السبب اللي ذكرناه بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي. عندنا المول ابزوربشن، عندنا مشكله بالامتصاص، كمثال عندنا التروبيكال سبور اللي هو يقصد بالتهاب الامعاء اكثر شيء يكثر بالمناطق الاستوائيه فسموه تروبيكال سبور، او كويلك ديزيز، او اكو مصادر تسميه سيليك ديزيز، هذا هو داء الحنطه اللي هو اثنينهن يصبون نفس الموضوع اللي راح تؤدي الى التهاب بطانة الامعاء الداخلية نقصد بها بالزغابات، وبالتالي هاي الزغابات ما راح تكون لها القدرة على الامتصاص، ومن تكون من ما راح تمتص المواد الغذائية ومن ضمنها الفوليك او الفولات، ما راح تنتج عندنا نقص بالفولات. زين، طبعا السيليك ديزيز هو على الاغلب يكون اوتوميون ديزيز اللي هو مرض وراثي، العفو مرض مناعي يتحطم الزغابات من عن طريقه اكسسيف يوتلايزيشن، اكو مرات المواد الغذائيه بتحوينا على الفولات والامتصاص مالتها طبيعي، لكن اكو زياده بالاستهلاك، الجسم جاي يستهلك الفولات اكثر من طبيعي. هاي وين نشوفها؟ نشوفها بحاله فسيولوجيكال، حاله فسلجيه وظيفيه بالجسم، او حالات مرضيه. الحالات الطبيعيه الفسلجيه بالجسم البريجننسي، الامراه الحامل على اعتبار جاي يصير عندنا نمو للجنين، هذا الجنين اكو عظام جاي يتكون، عندنا دم جاي يتكون، فايش راح يحتاج؟ يحتاج عندنا الفولات، فانا المفروض تاخذها. يصير عندنا نقص بها. عندنا اللاكتيشن، عمليه الرضاعه، نفس الحاله، هم جاي تستنزف المواد الغذائيه بالام، فراح من ضمنها هي الفولات، فممكن يصير عندها فوليت ديفيشنسي. الباثولوجيكال، حالات مرضيه شو وقت تصير عندنا؟ هيماتولوجيكال هيمولايتيك انيميا، شخص كمثال بالغ راح يصير عنده نزف، فقر دم تحللي، يقصد به الكره الدم الحمراء جت تتكسر باكثر من الطبيعي، بالحد الاعلى من الطبيعي،
فهذا الشيء يولد نخاع عظم ويقوم يصنع كريات دم حمراء بوتيرة أعلى من الطبيعي. فش راح يستهلك المواد الغذائية بالجسم، فمن ضمنها هي الفوليك أسيد أو الفوليت. المايليو سكليروسيس، مالجنانس ديزيز، تيوبركولوسيس يقصد به التدرن اللي هي إصابة بالسل نفسه. عندنا مالجنانس ديزيز الأمراض الخبيثة سرطانية، and روماتويد أرثرايتس يقصد به الروماتيزم التهاب المفاصل. هاي ممكن كلها تؤدينا إلى نقص بالفوليت ديفيشنسي. زين، excessive urinary loss of folate، مرات الكلى تطرح الفولات بشكل أكثر من الطبيعي. شو وقت نشوفها؟ نشوفها بالأكيوت ليفر ديزيز، حالة أمراض الكبد الأكتف، العفو أكتف ليفر ديزيز، مرض الكبد الفعال اللي هو نقصد به هسه نشط موجود، والكونجستيف هارت فايلر فشل القلبي هم ممكن يؤدينا إلى زيادة بإفراز أو طرح الفولات خارج الجسم. هذا مثال بسيط أو صورة بسيطة توضح لنا الفرق بين الفيلاي، بين الزغابات الطبيعية والزغابات اللي هي بحالة السيليك ديزيز اللي هو داء الحنطة. نشوف بهذه الزغابات، شوف ارتفاعها. طبعا احنا هي فائدة الزغابات نعرف شين هي فائدتها، تزيد المساحة السطحية للامتصاص. من يصير عندنا السيليك ديزيز التهاب أو هذه الزغابات تفقد تصير فلاتد مسطحة، بعد ماكو مساحة سطحية كافية على ما يصير امتصاص. شوفوا هذه هي الميكانيكية المرضية لها.